بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سأتحدث عن تحويل النصوص المكتوبة باللغة الإنجليزية إلى نصوص مكتوبة بخط اليد في بايثون. أولا بنذهب إلى الوحدة الطرفية التيرمينال وبنكتب الأمر التالي، بنكتب pip install python what كيت. بنضغط مفتاح الادخال انتر، بيديني رساله بيقول لي requirement already satisfied، يعني هذا المطلب تم تركيبه قبل كده على الجهاز وليس هناك داعي ان اركبه مره اخرى. بذهب الى منطقه العمل وهنا بستورد المكتبه البايثون وات كيت، فبكتب الامر المعتاد دائما في استيراد المكتبات import python وات كيت، وبستخدم هنا اسم الياس فبكتب مثلا كيت، اسم يشير لاسم المكتبة، وبكتب هنا الاسم كيت دوت، وأخذ تكست تو هاند رايتنج يعني تحويل نص إلى خط يد، وأول معامل بكتب هنا النص اللي هرغب إن أنا أحوله إلى خط يد، فأكتب مثلا هنا جود مورنينج صباح الخير، وناخد كوما وأكتب مثلا نايس تو ميت يو. بعده أخد كوما والمعامل الثاني بحدد فيه اسم الملف، باخد كوتيشن مارك واكتب مثلا اسم الملف هنا مثلا هاند دوت بي ان جي، ده المعامل الثاني. أخد كوما واكتب المعامل الثالث، والمعامل الثالث هنا خاص بتحديد لون الخط، فاخد هنا براكتس واكتب مثلا، طبعا ده نظام الوان ار جي بي، فباخد اللون الريد مثلا زيرو واخد كوما، البارامتر التاني ده خاص باللون الجرين اخد مثلا زيرو، واخد مثلا البارامتر التالت 255 اللي هو اللون البلو. دايما بنستخدم لون البلو الازرق للتعبير مثلا عن خط القلم الجاف اللي لونه ازرق، فدايما بنخلي الخط المكتوب هنا باليد يعني يكون شبيه بالحبر الأزرق. بنضغط رن ونرى النتيجة، ننتظر. ادينا رسالة هنا البروسيس فينيشد، تم انتهاء من هذه المهمة. بنشوف الملف هنا في البايثون بروجكت، بجد هنا ملف اسمه hand.png بفتحه، بجد هنا كتب لي good morning nice to meet you مكتوبة بخط اليد. ده كان بالنسبة لخط اليد باللون الأزرق. لو حبيت تكتبه باللون الأحمر عادي جدا، بترجع تاني للبايثون بروجكت وبتضع هنا زيرو وبتكتب هنا 255، بتكثف اللون الأحمر هنا في خط اليد. بنضغط تاني run وننتظر. اداني هنا رسالة خطأ بيقول لي التكست هاند رايتنج ده هنا جه اكتب رايت باينري، لا الملف موجود، سبق ان انا وضعته هنا قبل كده، فبروح طبعا الملف مفتوح هنا، بحذف الملف وبنفذ الكود مرة اخرى، بضغط ران بنتظر لما يعمل كرييتنج الملف بيكتبه باينري. تمام، اداني هنا process finished. بذهب مرة تانية بلاقي هنا الملف مكتوب باللون الأحمر، بقفله وبحذف الملف وبرجع تاني للبايثون شارم وأجعل المعامل الأول زيرو الخاص باللون الأحمر، ولو عايزه باللون الأخضر فبكتب هنا 255، ننفذ ونرى النتيجة. انتظر هنا اما يقول لي البروسيس فينيشد، ايوه ده رساله بروسيس فينيشد، تم الانتهاء من العمليه. ابص هنا اداني جود مورنينج نايس تو ميت يو باللون الاخضر. طيب لو حبيت ان انا اعمل مزيج تاني من الالوان فبحذف واكتب مثلا هنا اغير اللون، مثلا اقول له اعمل لي مزجه مثلا من الالوان هنا 120 وهنا مثلا 100
وهنا مثلا 50، بيديني مزيج من الالوان. وطبعا مزيج الالوان ده بين الار جي بي الريد والجرين والبلو، موجود على مواقع الويب خلطة الالوان اللي احنا عايزينها اللي بنرغب في الحصول عليها. نضغط ران وننتظر هنا process finished. نفتح الملف في الفهرس اللي تم تخليقه او created by python. اجد هنا لون على حسب الخلطة اللي انا عايزها، good morning nice to meet you. يبقى انا بشوف الميكس بتاع الالوان عندي هنا، الميكس بتاع الالوان، واغير منه. ممكن اغير من هنا مثلا، اقلل من اللون الاحمر مثلا، اخلي اللون الاحمر هنا 10، وازود من اللون الجرين مثلا هنا 120، واجعل مثلا اللون ده مثلا 70، يديني لون ميكس تاني، خليط تاني من الالوان في خط الليل. طبعا هنا هيديني رساله خطا لان انا سابق ما حذفش دي، احذفها. هنا اداني رساله خطا، بحذف دي لكي يتم كرييتنج للملف تاني. ننفذ. اداني هنا بروسيس فينيشد. بذهب تاني اشوف خط اليد شكله عامل ازاي. اداني جود مورنينج نايس تو ميت يو بلون تاني. طبعا اللي عايز يعرف خلطة الالوان دي بيدخل هنا على موقع الويب، يقدر يعرف الار جي بي في الوانها الكتير واختار اللون اللي هو يرغب فيه. بنتعرض لنقطة تانية برضو في استخدام كيت، ازاي ان انا احول الصورة الى نصوص، كيف ان يتم تحويل الصورة الى نص باستخدام اسكاي. العكس، انا هنا بحول نص الى صورة، لكن في الخطوة اللي جاية انا هحول صورة الى نص باستخدام الاسكاي. ازاي؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. انا مثلا انا عندي صورة هنا، وليكن صورة هذه الفتاة، هجيبها هنا جيرل، صورة الجيرل دي، ونشوفها دي صورة البنت دي. عايز احول هذه الصورة الى نص. نشوف هنا في البروبرتيز، كليك يمين ونشوف البروبرتيز بتاعتها، نلاقي هنا الصورة دوت جافا جي، اسم الملف جيرل وامتدادها دوت جافا جي. كيف ان احول هذه الصورة الى نص اسكاي؟ الموضوع سهل جدا. بكتب هنا كيت دوت، واستخدم هنا تحويل الصورة الى سكاي، image to a sky art. واخد في المعامل الاول، اكتب اسم الصورة، المسار بتاعه واسم الصورة. طبعا هنا المسار الصورة هو في نفس الفولدر اللي انا شغال عليه، فبكتب الاسم مباشرة. اما لو كانت في مسار تاني فبكتب هنا اسم المسار بالطرق اللي احنا عارفينها. وبناخد هنا كومة، وناخد تاني كوتيشن مارك، وبنكتب اسم الملف اللي هتخرج عليه هذه الصورة بشكل ملف نصي. فبكتب مثلا ملف هنا مثلا بيكتشرز، مثلا بيكتشر ده اسم الملف اللي هتخرج عليه. نضغط ران ونشوف النتيجة. قال هنا بروسيس فينيشد، بروح اشوف هنا البيكتشر صورة، اجد صورة الفتاة هنا. طبعا ده الصورة هنا بتاعت البنت دي، اجيبها اشوفها ونعمل مقارنة. دي الصورة اللي موجودة في شكل اسكاي. حول الصورة اللي موجودة امامي بنظام انالوج، حولها لي الى صورة بشكل نصي. يبقى احنا في الحلقة دي عرفنا ازاي نحول نص الى خط يد في شكل صورة، والعكس حولنا صورة الى نص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.